لدى استقبال سموه لعدد من ممثلي المآتم الحسينية، أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء أن ما يجمع شعب البحرين بمختلف مكوناته من روح المحبة والتآخي جعل من البحرين نموذجا في التعايش والتعددية ومضربا للمثل في تعاضد وتكاتف جهود أبنائها نحو إعلان صرح الوطن وبناء نهضته وتقدمه. وشدد سموه على أن وحدة وتماسك المجتمع هي عماد الأمن والاستقرار ومرتكز أساسي لتقدم وتطور الوطن ونمائه، داعيا سموه إلى التمسك بقيم التواصل والاعتدال التي ميزت المجتمع البحريني عبر تاريخه الطويل، ونبذ أي دعوات بغيضة تهدف للفرقة والشقاق بين أبناء الوطن الواحد. وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قد استقبل بقصر القضيبية صباح اليوم عددا من ممثلي المآتم الحسينية، يتقدمهم الدكتور حسن حميد العريض، والذين قدموا للسلام على سموه، حيث رفعوا إلى سموه أسمى آيات الشكر والامتنان على ما توليه الحكومة برئاسة سموه من اهتمام متواصل بتوفير الدعم والتسهيلات اللازمة لدور العبادة والمناسبات الدينية، مشيدين بتوجيهات سموه المستمرة لضمان إنجاح موسم عاشوراء كل عام. وخلال اللقاء رحب صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء برؤساء المآتم الحسينية وأعضاء الهيئة العامة للمواكب الحسينية، معربا سموه عن تقديره لما يبذلونه من جهود في تكريس القيم النبيلة التي يحض عليها الدين الإسلامي الحنيف والتي تدعو إلى الوحدة والتآلف. وقال سموه: إن أبوابنا دائما مفتوحة لكم، ونسعد باللقاء معكم والعمل على تلبية ما يتطلع إليه أبناء المملكة لينعم الجميع بالأمن والأمان والاستقرار في ظل الوطن الذي يجمعنا. ووجه سموه كافة الوزارات والجهات المعنية إلى بذل كل الجهود لتسهيل تنظيم المناسبات الدينية لما لها من دور في الحفاظ على النسيج المجتمعي وإبراز ما يتسم به المجتمع من قيم التسامح والتعايش والتعددية. وأكد سموه الحرص على تسخير الإمكانيات اللازمة بالتعاون مع الهيئة العامة للمواكب الحسينية والمآتم من أجل الخروج بموسم عاشوراء على الوجه الأكمل في ظل ما دائبت عليه مملكة البحرين من كفالة الحقوق والحريات للجميع. وشدد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على ضرورة التمسك بقيم الوسطية والاعتدال التي تميز بها شعب البحرين، وأن نزرع في نفوس النشء والشباب المعاني والقيم الإسلامية النبيلة التي تحض على التآخي والوحدة. من جانبه ألقى السيد غازي عبد المحسن كلمة نيابة عن الحضور من رؤساء وأعضاء المآتم والحسينيات. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صاحب السمو، إنه لمن دواعي الغبطة والسرور أن نتشرف في هذا اليوم المبارك بلقاء سموه ونحن على أعتاب المناسبة العزيزة على قلوب الجميع قيادة وشعبا، وهي بدء السنة الهجرية الجديدة وموسم عاشوراء الحسين عليه السلام، إذ تتجدد رعايتكم السامية لهذه الأيام العزيزة التي ما فتئتم تتوارثون رعايتها كابراً عن كابر في العهد الخليفي الزاهر، وصية من أجدادكم وآبائكم حتى صارت مفخرة بين الأمم بذرها الأجداد وتفاخر بها الأحفاد. صاحب السمو، وإذ يتشرف هذا الجمع الطيب
ممثلين عن المآتم والحسينيات لمملكة البحرين بلقاء سموكم، فإنه ينتهز هذه الفرصة لأن يقدم لمقامكم السامي أسمى آيات الشكر والعرفان على ما يبذله سموكم من جهد كبير لإنجاح موسم عاشوراء الإمام الحسين عليه السلام في هذا العام وفي كل عام، وشكر أصحاب السماحة العلماء على توجيهاتكم لكل وزارات ومؤسسات الدولة بتسهيل كافة الإجراءات لما من شأنه الارتقاء بكل الخدمات المقدمة لهذه الشعائر الحسينية والمعزين من داخل وخارج مملكة البحرين ومن شتى الجاليات العربية والإسلامية. كما يرفع أصحاب السماحة أيديهم بالدعاء لئلا تنقطع هذه العادة السنوية المباركة، متطلعين بمعية هذا الجمع الطيب لشكر سموكم بعد موسم عاشوراء الإمام الحسين عليه السلام إن شاء الله، عرفاناً منهم لسموكم على جميل صنيعكم والحرص للاستماع لتوجيهاتكم السديدة لكل ما من شأنه صون الوحدة الوطنية والدفاع عن هذا البلد الآن. والشكر موصول للقيادة السياسية الرشيدة وعلى رأسها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه على ما يوليه جلالته لموضوع حرية الأديان والمذاهب من رعاية حتى صارت مملكة البحرين منارة للتسامح الديني ومفخرة للأجيال، وكذلك لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين. صاحب السمو وذي الهواشم سادات أتتك إلى قصر النماء، فلا عي ولا مطل الحاملين صفات الهد يأسرهم حب الزعيم إذا اشتاقوا وإن عذلوا، وأيدتهم جموع الشعب قاطبة وناصرتهم دموع العين والمقل، فما تراءى لهم إلا كمحمدة كما سموت بهم إذ يقصر الأمل، فما جفوت بلادا يا صاحب فما جفوت بلادا ترتجي أملا ولا بسيدها أزرت به دول، فالحب أنت فالحب أنت إذا ما هيجت مقل، والعشق أنت إذا ما ارتابت القبل. حفظكم الله يا صاحب السمو ذخرا وسندا لهذا الشعب الأصيل، إنه نعم المولى ونعم النصير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من ناحيتهم أعرب رؤساء المآتم وأعضاء الهيئة العامة للمواكب الحسينية عن شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على حسن استقبالهم ورعاية سموه الدائمة وحرصه على توفير كافة التسهيلات اللازمة لإحياء المناسبات الدينية وإضفاء أجواء الطمأنينة والأمان عليها بما توفره الحكومة من خدمات، وفي ظل ما تنعم به مملكة البحرين من تسامح وتعايش وسلام بين أبناء الوطن واحد، مؤكدين أن سموه رمز للأمن والاستقرار والتنمية في المملكة.